الطيب والرأي الشديد يا أهل الناموس والعز ولا الأولى الرجال اللي على الطيب ما يمكن تحيد واجب نمدح على الطيب ولا المرجلة واجب نمدح على الوفي يبقى وفي نظرته دايم بعيد ما يفكر بالعواذل وكبر المشكلة من يقدم طيب يلقى على الدنيا رصيد والمثل يقول كل على قد عمله والمثل يقول كل على قد عمله أردي يرعى وينقص ما يزيد والكريم معانله وراس ماله سنبله في زمان فات ومسك صفو جريد يذبح الرجال للضيف ويخليها له يذبح الرجال للضيف ويخليها له المكارم يا هلا المعرفة شيء حميد فالسنين الماضية والسنين المقبلة وعاش أهل الطيب والمرجلة كنز ورصيد من سعى بالطيب رب العباد جمله من سعى بالطيب